لما رجعت لقصة الخلق في الأمر ده قصة الخلق بتجاوب لي كمان على قيمتي فين. أنا عايز أقول لكل مشاهد، قيمتك فين؟ هل قيمتي في البدلة دي؟ قيمتي فين؟ هل قيمتي في البيت اللي عندي؟ هل قيمتي؟ لو كل يا مشاهد أرجوك، أنا بحبك وبحترمك، لو حس أن القيمة في البدلة، القيمة في البيت، صدقني شفت ناس عايشة في قصور لكن من جوه مكسورة. شفت ناس لابسة أفخم البدل لكن من جوه في عفن. مش بيقول في مرات لك اسم أنك حي وأنت ميت؟ في قصة الخلق بقى، رجعت لقصة الخلق قلت نشوف الفرق بين الإنسان وبين كل الكائنات التانية. أولا عند خلق كل الكائنات التانية كان بيتكلم بصيغة المبني للمجهول الغير مباشر، ليكن نور، ليكن جلد، لتجتمع المياه، صح؟ نعم. لكن عند خلق الإنسان وكأن الثالوث يتحاور في نشأة وقضية الإنسان، نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. عند خلق كل الأشياء في كل الأيام يقول كان صباح وكان مساء، كان هذا حسن. عند خلق الإنسان حسن جدا جدا، ويجي الله يجيب الإنسان ويقول لهم أثمروا وأكثروا واملأوا الأرض تسلطوا عليها. إيه ده؟ إيه ده؟ في مزمور 8 بمجد وبهاء كللته. إيه الجمال ده؟ وبعدين يقول كلمة آية 26، تكوين واحد، أسف عشان المشاهد يبقى معايا، تكوين واحد 26 و27 يقول الكلمات دي بوضوح شديد جدا ويكررها مرتين. وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون على وعلى وعلى وعلى. وبعدين آية 27 فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه. يكرر كلمة صورة مرتين مش مرة. ولقيتها في بعض الترجمات، رجعت لكل الترجمات، لقيت في واحدة من الترجمات ليمثلنا الإنسان، ليمثلنا. يا للدرجاتي؟ أنا قيمتي مش في بدلتي، وقيمتي مش في البيت اللي أنا فيه. قيمتي إن أنا أمثل الله على الأرض، قيمتي إن أنا حامل الحضور الإلهي. إنجاز التعبير. هل لو قلت التعبير ده يليق؟ لا، حضور الله موجود فينا طبعا، مش كده؟ حامل الحضور الإلهي. إن أنا مخلوق على صورته، إن أنا صنعة إيده. مش إحنا بنفتخر يقولك إيه دي ميد إن جابان، دي صناعة معرفش إيه، دي صناعة إيه. فما بالك أنا مش صناعة اليابان ولا تايلاند ولا غيره، ده أنا صناعته ومخلوق على صورته، وأوجدني علشان أمثله. إيه ده؟ وأوجدنا لكي نتسلط، بس نتسلط وإحنا يمتلكنا الحق الكتابي أو الفكر الإلهي. فالتسلط هنا مش تسلط للذات، لا، ده تسلط لمصلحة الملكوت. وهنا تبقى القيم الأخلاقية اللي تحكم البشر كوكيل على هذه الخليقة من التم، واخد بالك؟ فهنا يكون اللي مالي ده الحق الكتابي وكلمة الله. فلما عقل يحكمه الحق ويكون متسلط، الأمر مختلف. غير عقل تحكمه مبادئ أنانية ذاتية ويتسلط. إيه اللي بيحصل واللي بنشوفه في العالم؟